الشكل الخرا ده من اولها، ايه ده يا جدعان؟ لا مش هعمل، لا مش هعمل، مش هعمل. حلو الصوت الرابع، في خشونة، خشونة. Oh my god. Oh my god. Hey yo, what the fuck? ايه ده يا جدعان؟ انا بعمل وحش فرانكشتاين ولا ايه؟ ايه ده، ده شعره ولا رجل مقشة؟ بتهزر، دي سرعته في الجري، دي سرعته القصوى في الجري. بقولك ايه، لحظة كده بس، معلش لحظة لحظة. مش عجباني زاوية الرؤية اللي ورا الشخصية، مش زي جاتا كده. لا انا عايزة ايه، اليوم سيسجل التاريخ معركة جديدة، وهذه المعركة تسمى بمعركة ميدوكا الإسطورية. سيدرسها أجيال وأجيال في كتب التاريخ، ولن تتواجه المعركة فوقها. اليوم ستشاهدونني وأنا ألعب لعبة ماونت أند بلاي نمبر 2. الجزء التاني ملوش علاقة بالأول، فما حدش يقلق يعني. أنا بحثت على النت وتأكدت، الجزء التاني ملوش علاقة بالأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ومرحبا بكم في قناة ميدوكا. كنتش أتوقع إن اللعبة تبقى 60 جيجا. اللعبة خدت يجي 15 20 يوم على ما خلصت التحميل، بس ايه فوركا. النهاردة هتشوفوا الجزء الأول من لعبة ماونت أند بليد 2 بانر لورد. ايه هي لعبة ماونت أند بليد 2؟ انا سعيد انك سألت. لعبة ماونت اند بلاي 2 لعبة اكشن واستراتيجية نزلت سنة 2020 وطورها استوديو تيل وورلدز انترتينمنت والناشر برايم ماتل. دلوقتي ده كل اللي لقيته على النت عن اللعبة دي، مفيش اللي هو مثلا قصة معينة، قصة بطل، قصة شخص، ملقتش. فهنكتشف مع بعض النهاردة، طبعا الكلام ده للناس اللي أول مرة تشوف اللعبة دي، أول مرة تفتحها. هنشوف كل ده مع بعض النهاردة. هو مكتوب فيه نيو كامبين، يعني أظن في قصة هنا، مش اللي هو قتالات وحرب وخلاص. فكويس، النهاردة هيكون أول جزء في سلسلة ماونت أند بليد إن شاء الله، وأتمنى الفيديو يعجبكو وابدأ العرض. كاميرا مقرفة، كاميرا مقرفة. ماشي، اوبشنز، لازم كل ما افتح لعبة لأول مرة اشوف الاوبشنز والجرافيكس شكلها عامل ازاي. دي حاجة يعني ماست، لازم اعملها. ما اتصل شوية. طيب كلام جميل. ايه ده، انا رحت فين؟ قلت اللعبة خرجت ولا من اولها؟ ماشي. شوز يور كاركترز، نختار استورجيانز. وانا هفترض ان دي يعني مناطق في العالم كانت بالشكل ده في العصور الوسطى او قارات يعني. ماشي، انا اختار دول. الشكل الخرا ده من اولها، ايه ده يا جدعان؟ لا مش هعمل، لا مش هعمل، مش هعمل. طب لبسوا حاجة الاول، فين الهدوء؟ ايوه كده، استغفر الله العظيم. ماشي، ايوه عضله. لا بص لحظة بقى كده، اديله عضلات، انا عايزه فحل، عايز الراجل الاخضر قدامي. ايوه الوزن، مفيش وزن، كلها عضلة. ارتفاع، هيبقى طويل، اطول من عمود النور اللي في الشارع بتاعنا.
الصوت. ده بيجار مش بيتكلم. حلو الصوت الرابع، في خشونة، خشونة البشرة. وريني، عايزين اللي هي في النص كده ما بين اسمر وابيض. دي كويس. الوش ماشي حلو. هو في حواجب بالشكل ده. حواجب مقشرة ماشي. ممكن في العين. حلوة ده بقى، عامل كده هو طول الوقت رافع حواجبه. ايوه عايز عين كبيرة. ايه ده يا جدعان، انا بعمل وحش فرانكشتاين ولا ايه؟ يا نهار اسود، تخيل جندي في الحرب يبقى شكل وشه عامل كده. لا هو الاعداء هيموتوا من الضحك. لا 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 مش هغير دلوقتي. لا 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 ما تغيرش دي. اي كولر، انا بعمل كائن فضائي يا جماعة. تمام، ودان كبيرة كويس وكده. معقول يمشي. عارفين الأقزام اللي لونهم أزرق دول اللي جم في فيلم اسمه The Smurfs تقريبا؟ الفيلم ده بدأ يبقى شبه واحد منهم. لا دي مش حلوة، مش حلوة خالص. أنا منبهر الصراحة من كمية الأشكال اللي حطيناها في اللعبة هنا. بقالي فترة ما شفتش لعبة بالشكل ده، اللي هو عند تغيير شكل الشخصية يعني. إيه ده، شعره ولا رجل مقشة؟ ده عش عصافير. انا اللي لسه مجنن، انا اللي مجنني شكل حواجبه دي. الرجل الحكيم. تاتو؟ لا مش عايزين، مش عايزين الهطل ده، ملوش لازم تاتو يعني. مين ده يا جدعان؟ مش ده احنا لسه ما دخلناش اللعبة، ده لسه مخلص ظبط الشخصية بس. وبعدين دي وش عامل كده ليه؟ هي خدت الميراث منه. دي اخته دي ولا You were born into a family of hunters. انا هانتر. يا مش حلو. انا عايز حاجة تزود واحدة من الثلاث مربعات اللي فوق. مفيش غير واحدة بس. ده ايه؟ لا مش عايز. اللي ممكن استعمله مش عارف. انا بقول اوزعهم احسن، مش ضروري يعني احاول اقفل شروط مهارة واحدة من دول. طيب
It is Miduga. انا عايز ادخل اسمي بالشكل ده عشان اعرف ايه ده شكلها عامل ازاي في اللعبة. ميدوكا 50. لا مش حلو، مش حلو خالص. ملف واحد متوفر عشان اسيف فيه للعبة. لا يا عم، افرض الملف ده حصل له مشكلة ولا ملف السيف باظ، اجيبه تاني منين؟ لا طبعا كذا ملف سيف بيبقى احسن شوية. Brother, it's been 3 days now we've been tracking those bastards. I think we're getting close. We need to think about what happens when we catch them. How are we going to rescue our brother and sister? Are we up for a fight? Yes, we are. قبل ما نكمل انا محتاج اقلل الجرافيك عشان انا شفت حاجة حالا خايف توقف لي التسجيل. This looks like an old training field for the legions. Perhaps we can spare some time and brush up on our skills. The practice could come in handy when we catch up with the raiders. Nish. And the time. Nish. Let's go on then. Lost. Lost. Low, off. نسود عدى 27 دقيقة. السرعة دي يكموز الكاركتر WACD. ماشي تمام، هي دي السرعة اللي بيجري بيها. انا بشوط الصاج ولا ايه؟ ماشي، بتجري ازاي؟ فين زرار الجري؟ بتهزر، دي سرعته في الجري، دي سرعته القصوى في الجري. اف ليف اريا. خرج من التوتوريال. طيب جو باك. معلش يا جماعه، معلش لسه اول مره، مش فاهم حاجه هنا، لسه اول مره. خلينا نشوف ازاي نحارب القوس. انا ماسك ايه في ايدي؟ مش كنت بتضرب من شويه؟ خلصت ولا لسه؟ طيب اعتبر انك خلصت. هيت اول ليفت. ماشي. انا متاكد اني نشنت خط مستقيم. افضل ضاغط. ماشي، بقولك لحظة كده بس، معلش لحظة لحظة. مش عجباني زاوية الرؤية اللي ورا الشخصية، مش زي جاتا كده. لا انا عايزة ايه، كاميرا. مفيش غير الزاويتين دول. اخيرا يا اخي، اخيرا. اخيرا ضربت. ايوه هلا فايك عمر. عاش. اللي بعده. يلا ايه، يلا ايه اللي بعده. هو ده تعمير ولا ايه بالظبط؟ لاني شايف شريطين هنا بيطلعوا. مش المفروض كده انه بيحط سهمين مع بعض مش سهم واحد؟ صح.